الشباب ما يخدم الاهداف العالميه السياسيه في نهايه المطاف. بطبيعه الحال لن نختلف كلنا ان الاعلام له دور اساسي في ابراز المشهد السياسي لاي بلد، وبلدنا المغرب بطبيعه الحال من البلدان التي فعلا المشهد الاعلام له دور وله بصمه كبيره في ابراز المشهد السياسي. انت اكيد دابا الان قديما كان صعب جدا ان تفهم ما يدور في البلد، حاليا اصبحت الخبر بسرعه توصل التلفزيون الجرائد عند دابا كما قلت هادشي الواتساب فيسبوك شي ديال الانستغرام اصبح الخبر للحكومه ولا البرلمان ولا الاحزاب التحركات الاحزاب البرامج اي شيء مشهد السياسي المغربي يعني ربما يعرفه العادي والبادي، الكل يعرف ما يحدث في هذا البلد. وبالتالي هذا واحد العلاقه ترابطيه بين الاعلام عنده واحد الدور بارز، عنده واحد الدور محوري في ابراز المشهد السياسي المغربي. مشتملات العرض يعني المحاور اللي غادي نناقشوا في هذا العرض هذا عندنا اختلط نتناقشوا هذه العناصر. اول حاجه المدخل المفاهيمي، بعض المفاهيم اللي غادي نحاولوا هذا واحد المفهوم اساسي جدا. عندنا الوظائف ديال الاعلام، الوظيفه السياسيه للاعلام، غنتكلموا على الاعلام والاثر ديالو في تشكيل الوعي السياسي اللي هذا فعلا حنا محتاجينه ربما اكثر من اي وقت مضى. كذلك الاعلام ودوره في تشكيل ثقافه العزوف السياسي، صدمه سياسيه هي العزوف السياسي واحد الشريحه كبيره جدا، حنا غادي نشوفوا الاحصائيات ربما غادي نتصدموا بهذا الواقع. كذلك غادي نشوفوا الاعلام، هل الاعلام فعلا ساهم وله دور في تشجيع المشاركه السياسيه للمغرب؟ هذو محاور كبرى اللي غادي نحاولوا نناقشوا في العرض هذا بطبيعه الحال بالتفصيل والمناقشه وتبادل الخبرات والتجارب. الحمد لله سبحانه وتعالى لكم يعني لكم زاد معرفي وزاد من الخبرات والتجارب ما يساعدنا في اغناء نقاش هذا في العرض. اذا هذو ست محاور كبرى غادي نتكلموا عليهم. اول حاجه غادي نتكلموا على مدخل المفاهيم، واحد المفهوم اللي فعلا غادي نناقشوا بشكل كبير اللي هو الاعلام السياسي. وسائل الاعلام السياسي شنو كنقصدوا بالاعلام السياسي؟ في غياب هذه الشريحه هذه كنقولوا الاعلام السياسي، شنو هذا الاعلام السياسي؟ عندنا بعض المصطلحات نحاول نناقشوها هنا في غياب هذه اللي عندنا هنا واخا. كنقول مثلا اعلام سياسي، كاين اعلام اجتماعي، كاين اعلام ثقافي، كاين اعلام نفسي، كاين اعلام ها؟ اعلام رياضي، اعلام رياضي، نعم، كاين اعلام سياسي. شنو كنعرفوا بالاعلام السياسي؟ ما يهتم بالسياسه. اللي بغات يا تسلى السنه. تهتم بالسياسه، ما يروج وما المسائل الاليات اللي تخدم بها المجال.